الشهادة ديالو عشرات ديال النقاط ديالو في المحكمة. يعني كيفاش واحد شهيد كيدوز الملف ديال العقار، في الملف ديال الدار والجار، يعني كاينين هنا ناس وعائلات راه تدمروا. هاد الأشخاص اللي حداكم هنا ما كاينش واحد اللي ما عندوش ملف خاص بيه ودوز فيها الحبس. كيفاش هاد الشهيد كيزور كيجي يدي اليمين في وسط المحكمة كيشهد وكيخرب أسرة؟ عند الناس هنا راه في السجن دوزوا الحبس، تدمرات الأسرة ديالهم، شنو العمل ديالهم؟ أنا كشهد زور ما جاش لا واحد شهادة في واحد ملف معين، يعني كيشهد في الضرب والجرح، غدا يشهد في العقار، غدا يشهد في الاستمرار. عندي السيدة جات البارح هي حية وداروا ليها بلينا ماتت. دابا ماتت في القانون وهي حية ترزق. شكون اللي عطي الحق هاد المرأة؟ وهي مسنة ما قدرت تشكي ما قدرت تمشي لبلاصة. شكون اللي كيحمي هاد المستماصرة؟ وشكون اللي كيحمي هاد المجرمين وهاد شهود زور اللي تبت التورط ديالو أنه شد واحد ملف، الملف الثاني الثالث خصو يتعتقل. القانون فوق الجميع، لهذا نطالب السلطات والسيد وكيل الملك مشكور ديال المحكمة الجديدة يدين زكان مشكور وله الشكر وكلشي كيشكرو أنه خدا بجدية هذا العمل ومتبع ملف وأي واحد أنه طاح هاد الناس راه جاو قدموا شي كيدير لهم وقدموا شي كيدير لهم الملفات ديالهم كتروج اللي تبين وتورط أنه أدى شهاد الزور خصو المصير ديالو السجن خصو يتعاقب. لهذا كنطالبوا أن الغرفة مشهورة ونطالبوا السيد رئيس الأول لمحكمة استئناف باش بكل احترام يلغي القرار ديال السيد قاضي التحقيق اللي متاع هذاك المشتبه به في صلاح المرقد. مادام عطى صلاح المرقد راه عطى الضوء الاخضر لناس اخرين باش يجيو غدا ولا بعدو يجيو انهم يدلو بشهاده الزور. هذا ما واش شي كاين ولا ما كاينش؟ هادو راه كتشوف ناس هادو ضحايا هادو دوزوا الحبس ممكن تاخذوا من التصريحات كاملين دوزوا حبس دوزوا حبس ودمرت الاسر ديالهم. 100 هكتار 100 هكتار شتو بيت بها جميع المناطق جميع المناطق بالاخص والفاعل واحد الحاله لا يتلاها كارثه من جهه هاد الناس هذا الشهود ديال الزور وكتلقاهم الصباح العشيه هما وكيشهدوا استمرارات في الغيوع في العقود جميع ضربوا الجر وكل شيء انا دابا راه شهدوا عليا في الضرب والجر هما ما شافوهاش كيرخيوهم وكيشدوا الضحايا كيهزوهم في الحبس. هادشي ماشي معقول، هادشي لا يعقل، هادشي لا يعقل. حنا دابا كنطلبوا الملك ديال البلاد والوكيل اهلا بك حتى سي الملك شتي التليفون يلقاه النيابه العامه رئاسه النيابه العامه في الرباط صافي. السلام عليكم، الحسين الجاري رئيس المكتب المركزي للمنظمه المغربيه لحمايه الطفوله. اليوم بين زكان كنجيو باش نتضامنوا مع الضحايا، ضحايا ديال شهود الزور، ضحايا شهود الزور. ملي كنقولوا ضحايا شهود الزور هنا العشرات وكاين العشرات والعشرات ناس اخرين في اقليم شتوكه اللي هاد شهود الزور نفس الاشخاص كيشهدوا في عشرات ديال الملفات في مختلف الملفات ديال العقار ديال الضرب والجرح. وكاين هنا 4 ناس ولا 5 دوزوا الحبس بسبب هاد الناس اللي كيشهدوا زور. حنا كنديروا شكايه ضد مجهول ما كنعرفوش وكتم الترصد ديالو وتعتقل السيد وكيل الملك الا انه كيتمتع بالصلاح المؤقت. لهذا كنطالبوا السيد الرئيس الاول لمحكمه سينا بكادير، كنطالبوا الغرفه المشوره تلغي الصلاح المؤقت لهذا المجرم ويتابع في حاله اعتقال
ويتعتقلوا جميع اللي تبت تورط ديالو اللي دلب شهاده كاذبه في المحكمه ودمر ناس، دمر مواطنين، دمر اسر. هاد الناس راه مشاو للحبس. هذا راه حنا الدور ديالنا كمجتمع مدني، الدور ديالنا نحميو محيط المحكمه، ان نطهروا هاد السماسرة اللي كدور بمحيط المحكمه، اننا كذلك ان نوقفوا ضد هاد الناس اللي كيديروا السمسره في محيط المحكمه وكيشوهوا العداله بصفه عامه. وشكرا. هنا العشرات، هادو كل شيء كتشوف كل واحد هنا العشرات. كاينه هنا سيده ماتت في الوراق وهي حيه، قالت لك انا داروني ميته، هي قالت لك حيه ارزق ياك، داروها باستمرار بانها ماتت وداروا لها الممتلكات ديالها. عاد السيده هو راه دمرت حياته، مشات ليه للخدمه ديالو ودوز حبس بشهور زور. والمشكله ان هاد الربعه ولا هاد خمسه نفس الاشخاص كيدوزوا في جميع الملفات ديال هاد الناس. واش انت مخلط جي بي اس؟ هاد الناس راه جي بي اس، راه مخلط بيكرا، مخلطين زكان، مخلط رودان، فين ما ديت راه كيشهد هو، عارف ليه من اليسار شكون هو ديما دايز، عارف شكون يضرب شكون، تيتقرا راه كيجلسوا في القهوه هنا ديال دايرين زكان، وكيجوا المحاكم كيدلوا بالشهاده ديالهم. لهذا لما جينا حنا كمواطنين نحاربوا الدائره، راه المحكمه بوحدها لا تكفي انه تعرف شكون اللي كيشهد الزور شكون ما كيشهد الزور. هذا دور المجتمع المدني، دور المواطنين باش يقدم شكايه، والنيابه العامه فاتحه الباب ديالها. هذاك المجتمع به اللي كنا كنترصدوا عليه هذه مده وتشد في حاله التلبس، هو كيحرض شوط الزور وعطاه صاحب موقات. هذا بقرار ديال السيد قاضي تحقيق له قائم الاحترام، وانما نحن نطالب باعتقاله وكذلك كاع المجرمين اللي معاه اللي كيشهدوا الزور. هذا راه تشد في حاله التلبس، هذا راه كيتم غادي بالناس وكيحطهم بشهاده ويدخلوا المحكمه باش يشدوا شهاده الزور. هذا اللي يعقل باش نتقبلوا حنا هذا الادم، ما يتقبلوهاش. كيفاش درتهم؟ وشكرا. والله تعالى اعلم. هنا السلام عليكم. انا جايفي مبارك. مبارك، عاود لنا القصه ديالك يعني مع هاد الشهود. هادا سيدي الشهود ديال الزور شهدوا في البحيره ديال جدي، هما ما فيهم حتى شي واحد من البلاد. انا في القصيم تجرى ضيط بوطيب، وهما جايين من بلفاع ومن ايت ملول ومن سيدي جامعه سيدي وسعي، يعني شهدوا في استمرار ما مخالطينش، وشهدوا في واحد البحيره اخرى اللي مسميه ديال با ديال الوراثه، وشهدوا فيها بجوج شهادات. نهار اللي فاش بغا يشهدوا لي انا عرفوني جبدت هذاك الاستمرار، عيطوا عليا قالوا لي يا ودي رانا بغينا حنا بغينا نتنازل بغينا نتنازلوا لك في هذاك الشهاده، راه داروا لنا هذو الغلط، حنا بغينا نصور راه بدلنا هذا الغلط ما بغينا نتنازلوا. عيطوا عليا الله على بعض يضبطوا. طيب وملي مشيت وشهدوا عليا شهدوا في الاستمرار، وعاود شهدوا في واحد التصرف اخر جوج يا جوج. ملي عرفوني جبدت ذاك الاستمرار خافين نتبعهم، عيطوا عليا قال لي راه بغينا نتنازلوا. هما اتفقوا مع واحد لا سميه ما نقولها، هما عيطوا جاوا عندي انا داروا خويا هذوك داروا واحد الشكايه، هما يديروا بان هو انا كنعطيهم الفلوس باش يتنازلوا. شنو مشى لك دابا انت؟ شنو مشى لك؟ دوزت الحبس خمس شهور ديال الحبس، ومشاو لي ومشات الارض ديال الورثه، ماشي ديالتي انا بوحدي، ديال الورثه ديال السي علي وبلا ديال جدي الورثه، وحملوها للمراه ماشي ديالها هي كتغير براجلها. كنطلب الحق الحقوق ديال هاد الناس يرجعوا لهم، الحقوق ديالي انا دوزت شي ظلمان. عيطوا عليا الاربعه وقالوا لي عندك تجي باش نتفاهموا معاك باش نتنازلوا. ملي دخلت لديكم ما داروا شي كاين، جابوا لي الجندرم. ملي دخلت جلست مع هذاك قلت لك شاد جلست، جبدوا له 20 درهم للواحد، هذاك 100 درهم للواحد، وجبدوها بحال هكا. قالوا الجندرم هذا عتاه علينا، هو ظلمان، هزوا لي الجندرم اش لقاو في يدي بورتابل حيدوه ليا، وجبدوا 100 درهم داروا لي بحال هكا. ها؟ رسالتك الاخيره مسؤولين. داوني البيوغرا لبش من المسؤولين يشدوا لي حقي وحق هاد الناس. هاد الشيء اللي كنطلب في هاد الناس في المسؤولين. صافي هاد الشيء الاولاني. راه كلشي هاد الناس دابا اللي كتشوفوا هنا راه ضحايا، راه كلشي هاد الناس دابا اللي كتشوفوا هنا راه ضحايا، ما فيهمش شي واحد اللي يتسنى. هادو راه كلشي ضحايا، اللي ما ضربوش 10 ديال الحبس راه ضرب 4 شهور، اللي ما ضرب 4 شهور راه ضرب 10 شهرين. كاين شي كاين يجي شعب عباد الله في الحبس، كاين شي وكيدير واسمو استمرارات،
تيترموا على الاراضي ديال الناس كيجي الناس.